هذا وبين المتحدث الرسمي لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور سامر جطيلي أن مكتب تنسيق المساعدات الخليجية المقدمة لليمن يعقد اجتماعا دوريا لمناقشة الاحتياج الإنساني. نحن اليوم نشهد ثمرة من ثمرات التعاون الخليجي. التعاون الخليجي في الملف اليمني ليس فقط في مجال السياسي والمجال العسكري والاقتصادي، إنما الحمد لله عز وجل على شتى المجالات، ومن أهم هذه المجالات كذلك هي الملف الإغاثي والإنساني في اليمن. رعى مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية قيام المكتب التنسيق الخليجي في الملف اليمني منذ حوالي سنتين، وهذا المكتب بحمد الله عز وجل يحضر له الأشقاء من كل أنحاء الخليج بشكل دوري. كل شهر هناك اجتماع لمناقشة الاحتياج.